يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الخلق قسمان، أحدهما مع الله، وهو أن تعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرا، وما يكون من الله عز وجل يوجب شكرا، وتكون شاكرا لله معتذرا إليه سائرا إليه، لأنك ترى عظيم نعم الله عز وجل وإحسانه إليك وإلى الخلق، وترى من نفسك التقصير، فيجب أن تشكر الله على النعمة باستعمالها في الطاعة، وأن تعتذر إلى مولاك بتقصيرك بالتوبة من الذنوب وبأن تحسن العمل. قال هذا في ما يتعلق بحسن الخلق مع الله. وأما ما يتعلق بحسن الخلق مع الناس فيجمعه أمران: فعل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. هذا هو الذي يجمع حسن الخلق، أن تبذل من المعروف ما تستطيع قولا وفعلا، وأن تكف أذاك عن الناس سواء ما يتعلق بالأذى القولي أو الأذى الفعلي. ومن هنا نجد أن الإسلام رغب في الأخلاق الفاضلة، كما قال تعالى: خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكما في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه وتعالى في وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يزكيهم أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على الأعمال الصالحة ويرغبهم فيها وينهاهم عن الأمور التي فيها الفساد لأديانهم ولأخلاقهم، فكان يربيهم ويزكيهم أحسن تزكية صلى الله عليه وسلم.